بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد رسله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الكلام في جوانب من عظمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأن الحكمة العملية والنظرية تجلت فيه وفي في أقواله وفي أفعاله فأمير المؤمنين يريد أن يبين جانبا من شخصيته الحقوقية ومن شخصيته المعنويه خارجا عن اطار تزكيه المرء لنفسه، وانما لهدايه الاخرين اليه، ان يعرف انه باب الله، انه عيبه علم الله، انه قسيم الجنه والنار، وان في اتباعه سعاده للمتبعين، وفي عدم اتباعه شقاء للمتخلفين عنه وللمارقين عنه فلذلك امير المؤمنين يبين جزءا من عظمته من باب هدايه الاخرين فيقول اني لمن قوم لا تاخذهم في الله لومه لائم في الخطبه رقم 192 من نهج البلاغه إني لمن قوم نعمل بما يريده الله عز وجل، ولا يهمنا كلام هذا أو ذاك، لا تأخذهم في الله لومة لائم، سيماهم سيماء الصديقين، كلامهم كلام الأبرار، عُمار الليل لا يكون جيفة في الليل وعطال في النهار، عُمار الليل منار النهار، مستمسكون بحبل القران يحيون سنن الله وسنن رسوله لا يستكبرون ولا يغلون ولا يفسدون قلوبهم في الجنان واجسادهم في العمل هكذا اذا شخص لا يهمه الا الله لا يريد الا رضا الله لا يحيي الا سنن الله وسنن رسوله هذا يجب ان يتخذ أن يتخذ أسوة وقدوة وأن يتبع هكذا يعرف نفسه مو من باب تزكية المرأة نفسه فإن تزكية المرأة نفسه قبيح كما هو صرح بذلك لمعاوية في رسالة كتبها لمعاوية أنه أنا أذكر لك جزءا من عظمتي ليس من باب تزكية المرأة لنفسه وإنما من باب بيان الواقع وبيان الحق حتى لا يكون هناك من يدعي انه لم يعرف قصورا ولم يتبع قصورا وانما المتخلف عن تقصير وانما المتخلف عن معرفه بامير المؤمنين يتخلف هذا المعاند وليس ذلك الجاهل فمن هذا الباب كان امير المؤمنين يبين واقعه ويقول بان حكومه علي ليست حكومه الهوى والفسق وانما حكومه العدل والصدق وهناك بون شاسع بين امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام ومعاويه معاويه حكومته حكومه هوى لذلك يبعث كبار جلاوزته وقاده جيشه الى المناطق المتعدده عثمان الغامدي اقراوا في تاريخه شخصيات كبيره في جيش معاويه يبعثهم للعراق يبعثهم لليمن اول نسبه في الاسلام سبينه من اليمن بفعل معاويه يذهب الى العراق يحرق الهيت والانبار واي مكان لم يكون على طريقه معاويه انما يريد الهوى ولا يريد الهدى اين من يريد الهوى كمعاويه واين من يريد الهوى الهدى كامير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام فيجب ان يعرف الامام نفسه كما ان رسول الله صلى الله عليه واله عرف امير المؤمنين حتى لا تختلف الامه بعده وان اختلفت فانما تختلف عن علم وبينه اقامه البينه من اراد الهدى فيتبع الهدى ومن ضل فانما يضل عليها كما يقول رسول الله صلى الله عليه واله انا مدينه الجنه وأنت بابها يا علي كما في أمال الطوسي صفحة 309 كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها من يريد أن يتبع الأول والثاني والثالث يتبع معاوية يتبع خلفاء بني أمية بن العباس ومن بعدهم هذا يكذب أنه يريد الجنة هل يمكن أن يريد الإنسان أن يذهب إلى مدينة ولا يتحرك من مكانه أن يجلس في مكانه وكأنما هو وصل إلى تلك المدينة، هذا كاذب، كاذب عملي، من يريد أن يصل إلى أرقى درجات العلم ولكنه لا يحرك ساكنا ولا يأخذ كتابا ولا يحضر بمحضر عالم، هذا كاذب مع نفسه ليس صادقا مع نفسه، لأنه أمنية كاذبة لا يتحرك، لا يخطو ويريد أن يصبح أستاذا، أن يصبح عالما، مجتهدا تاجرا كبيرا بلا ان يذهب الى السوق والى العمل، وانما ابى الله ان يجري الامور الا باسبابها فاتبع سببه كما في الايه المباركه. فحكومه علي حكومه محورها الحق والصدق. لانه مختار الله عز وجل. في توحيد الصدوق ايضا يبين امير المؤمنين جزءا من عظمته في صفحه 164 يقول انا علم الله. ولسان الله الناطق في البحار المجلد 82 صفحة 199 يقول أنا كلام الله الناطق أنا مرتبط بالله ظل الله صبغة الله ومن أحسن من الله الصبغة أمير المؤمنين سلام الله يد الله عين الله كلام الله قدرة الله تجلت في أمير المؤمنين عز وجل قدرة الله عز وجل تجلت في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام السلام يقول عن أمير المؤمنين وعيبة سر الله وموضع سره علم النبي أيضا علم الله لذلك أمير رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بأن علم علي من علمي كما أن علم رسول الله من علم الله عز وجل في مناقب ابن شهر المجلد الثاني صفحة 32 أنه علي الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله يقول علي عيبة علمي أمير المؤمنين أيضا يصرح عن نفسه ويقول الفضائل التي كانت لي والخصائص التي كانت لي لقد أعطيت السابع التي لم يسبق إليها أحد علمت الأسماء والحكومه بين العباد وتفسير الكتاب وقسمه الحق من المغانم بين بني ادم فما شذ عني من العلم شيء الا وقد علمني المبارك ماكو علم في العالم ما شذ محيط بما يمكن الاحاطه به طبعا لا يمكن الاحاطه بغير المحدود يعني لا يمكن لمخلوق ان يحيط بالخالق كلا وابدا. اما دون محدود ودون الخالق ما شذ شيء الا وعلمه عند امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام بافاضه الله عز وجل. الله جعل هؤلاء المعصومين سلام الله عليهم قلوبهم تتسع لجميع العلوم. لكل ما يمكن أن يحيط به محدود هكذا إذن إذا اتبعنا من له هذه المكانة السامية وهذه الدرجة العالية من القرب إلى الله عز وجل والعارف بملاكات الأحكام والمصالح والمفاسد هل يمكن أن نضل الطريق؟ هل يمكن أن نبتعد؟ بل هو هذا أمير المؤمنين الصراط المستقيم إلى الله عز وجل ومن دخل في ولاية أمير المؤمنين وتمسك بأقواله وأفعاله فقد دخل في حصن الله عز وجل ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أنا من عذاب أنا أمن من عذابي بشرطها وشروطها يقول الامام الرضا عليه افضل الصلاه وازكى السلام وانا من شروطها ان تريد ان تصل الى الله وتدخل في حسن الله الحصينه عليك ان تتبع المعصومين الائمه الراشدين عليهم افضل الصلاه وازكى السلام الطريق الوحيد الى الله ليست هناك سبل متعدده الى الله هذه كلها هباء وانما هناك الطريق الوحيد الى الله عز وجل والسبيل المستقيم الصراط المستقيم هم صراط الأئمة المعصومين صراط رسول الله صلى الله عليه وآله إذن أمير المؤمنين يقول فما شذ عني من العلم شيء إلا وقد علمنيه المبارك ولقد أعطيت حرفا يفتح ألف حرف ولقد أعطيت زوجتي وهنا يفتخر أمير المؤمنين بزوجته فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة وأسكى السلام ولقد أعطيت زوجتي مصحفا فيه من العلم ما لم يسبقها إليه أحد خاصة من الله ورسوله هذه لي خاصة هذه القضايا كما في بصائر الدرجات صفحة 200 في البحار الأنوار صف المجلد التاسع والثلاثين صفحة 343 لذلك كل شيء عند أمير المؤمنين أحد العلماء المؤلفين ألف كثيرا عن أمير المؤمنين يقول اعترض علي أحد المثقفين من أبناء العامة وقال أنه كيف تكتب عن أقوال علي ولا تكتب عن أقوال الأول والثانية والثالث لماذا تقتصر في كتاباتك على كلمات أمير المؤمنين وحكم أمير المؤمنين وأقوال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة واسك السلام يقول فاجبته قلت له علي سلام الله عليه له كلام في العائله له كلام في سلوكيات البشر الاجتماعيه في سلوكيات البشر الفرديه في ارتباط البشر بالله عز وجل في معرفه الله في صفات الله الجلاليه والجماليه في كل وادي لامير المؤمنين كلام ائت الي بكلام الاول والثاني والثالث في ايه قضيه وفي اي نقطه انا ساذكر تلك الكلمات في في كتابي لا يوجد في غير بيت اهل البيت كلام يمكن ان يتمسك به وان تاثر الغربيون وان ذكر بعض العلماء من الغربيين كلمات في الاجتماع والسياسه فالصالح منه انما هو مستوحى من كلمات اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام وهذا له بحث مفصل لا نريد ان نخوض فيه هذه مكانته امير المؤمنين واهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام وقلنا في الحلقه الماضيه انه يقول في الخطبه 197 فوالله الذي لا اله الا هو اني على جاده الحق أنا على هذه الجاده فمن يتبعه يتبع الحق يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي وادي فاسلك وادي يا علي فإن علي مع الحق والحق مع علي وسنشرح إن شاء الله هذه الروايه علي هو الحق المجسد مو أنه يتبع الحق هو الحق تجسد الحق في علي فأينما توجه علي فالحق المتجسد فيه هو هو الذي يتوجه من هنا وهناك فاتجه علي تجد الحق عند علي. سنذكر ان شاء الله ان عمار يجب عليه ان يتبع الحق، يعني ان يتبع امير المؤمنين، اما امير المؤمنين فهو الحق المجسد والمجسم. مو ان امير المؤمنين يتبع الحق. اراده الرب في مقادير اموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم، فاينما توجه علي اعرف ان اراده الحق هناك. وهذا معنى اعم. واعمق من ان نقول بان عليا مع الحق ان هناك حق علي يتبع الحق فانا اتبع علي يعني عمار وعلي سلام الله على امير المؤمنين وعلى عمار السلام يتبعان الحق عمار انما يتبع الحق وعلي انما هو الحق المجسد طيب اذا لماذا علي على جادة الحق؟ لأن الله عز وجل جعله الإمام المبين المبين لجميع الحقائق. إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه ليست إمامة ملكية تأتي بالغدير وتذهب بالسقيفة، كلا. إمامة أمير المؤمنين إمامة ملكوتية كانت قبل خلق الخلق رسول الله في يوم الغدير عرف عليا للناس امامه امير المؤمنين مع رسول الله ولكنه الامام الصامت ما دام رسول الله صلى الله عليه واله في هذه الدنيا ولم ينتقل الى العالم الاخر هو امام بالفعل رسول الله صلى الله عليه واله انما في يوم الغدير بين هذه الامامه للناس اتبعوا عليا وروايات التي تقول بأن شيعة علي من رسول الله كثير منها من يتبع علي في زمن رسول الله صلى الله عليه واله كان يقول لهم هؤلاء ابو ذر سلمان المقدس هؤلاء شيعة علي وكان يمدح شيعة علي من يشايع امير المؤمنين ويتبع امير المؤمنين الحسن والحسين امامان قاما او قعدا يعني سواء قاما معا أو قعد أو قام أحدهم وقعد قعد الآخر الحسين إمام صامت في زمن الحسن سلام الله عليه هما فقام الحسن ستة أشهر وجلس عشر سنين وقام الحسين وجلس الحسين سلام الله عليه بعد استشهاد أخيه الإمام الحسن عشر سنين وقام لستة أشهر في قضية كربلاء فالإمامة هي موجودة هذه إمامة ملكوتية ليست بإمامة ملكية كانت من قبل الخلق لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول علي مني بمنزلة هارون من موسى ولا يقول بمنزلة يوشع من موسى هارون كان نبيا في زمن موسى في عرض موسى نبي ولكنه عليه أن يتبع النبي الأكبر الذي هو النبي موسى على نبينا واله وعليه السلام يوشع انما اصبح نبيا بعد وفاه النبي موسى فعلي ليس كيوشع وانما كهارون وهذه نكته بان امير المؤمنين كان من قبل الغدير فهذه ليست امامه ملكيه بل انما هي امامه ملكوتيه عطاء الهي قبل الخلق هي قضيه تكوينيه تشريعيه نعم الامام الملكيه قد تاتي بالغدير وتذهب بالسقيفه ظاهرا لان الناس لم ياتوا الى امير المؤمنين حصل هناك الانقلاب في السقيفه على امير المؤمنين وامير المؤمنين مشغول بتجهيز الرسول العظم صلى الله عليه واله وتركه الناس امير المؤمنين ابتعد عن الحكم وبعد مقتل عثمان عندما هجم إليه الناس وأرادوا مبايعته أصبح خليفة ظاهرية ليس إلا هذا أمر ظاهري قد يأتي وقد يذهب ولكن ذلك الأمر الواقعي كان من قبل الغدير وكان في السقيفة ولا زال هو موجود لذلك اتباع مثل أمير المؤمنين هذا اتباع كامل في الايه في الايه المباركه في سوره ياسين يقول الله عز وجل وكل شيء احصيناه في امام مبين ورد في تفسير القمي المجلد الثاني صفحه 212 هو علي بن ابي طالب. الامام المبين هو علي بن ابي طالب. هذه لهذه السعه الوجوديه لاحاطته بالملك والملكوت كما في دعاء رجب. في دعاء رجب هناك في النكتة دقيقه ان اهل البيت سلام الله عليهم لولا الحجه لساخت الارض باهلها لماذا لان الحجه محور الكون لساخت الارض باهلها يعني انتهى كل شيء في دعاء رجب بالنسبه للسعه الوجوديه لاهل البيت سلام الله عليهم في هذا الدعاء نقرا لا تعطيل لها في كل مكان. يعني اهل البيت لا يخلو مكان من اهل البيت. هي محيطة بكل شيء. لماذا؟ لانهم سلام الله عليهم مظاهر اسم الله الأعظم. مظاهر اسم الله الأعظم، لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: كما في تفسير القمي ما لله آية اكبر مني المجلد الثاني صفحة 401 لكل هذه المكان المرتفعه يكون امير المؤمنين وصل الى مرتبه يقول عن نفسه لو احبني جبل لاتهافت الشريف الرضي رضوان الله عليه يقول ان يعني يفسر هذه العباره هذه في الحكمة 111 لو أحبني جبل لتهافت الشريف الرضي رضوان الله عليه يقول بأنه بما أن الشيعة أمير المؤمنين المحنة لمن يصبح شيعة علي بن أبي طالب ويحب أمير المؤمنين تسرع إليه المحن والمصائب وذلك لا يكون إلا بالأتقياء والأبرار هذا معنى يستفيد الشريف الرضي رضوان الله عليه من هذه العبارة ومن حكمة أمير المؤمنين ولكن يمكن أن يكون المعنى أن الحب الحقيقي لشخص لشيء لا يمكن أن يصدر إلا عن معرفة واقعية يعني أن يعرف معرفة يعرفه معرفة تامة يحيط به معرفة ومن ثم يحبه الحب الحقيقي مو حب صوري حب حقيقي واقعي بجميع الأبعاد ولا يمكن معرفة أمير المؤمنين هذه السعة الوجودية الهائلة لا يخلو منها مكان مظهر اسم الله الأعظم جميع العلوم اجتمعت فيه هل يمكن أن يعرف هذا الشخص أحد؟ الجبل لو دخل في جوب فيه معرفة أمير المؤمنين لتهافت لانتهى لا يتحمل فلو أحبني جبل لها تهافت لا يتحمل سعة أمير المؤمنين الحب الحقيقي من المعرفة الحقيقية والمعرفة الحقيقية لا يمكن أن تكون لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين ولا يعرفك إلا الله وأنا لماذا؟ لأنه غير الله وأمير ورسول الله لا يمكن له أن يتحمل معرفة أمير المؤمنين كما في خطبه همام الذي اتى إلى رسول الله الى امير المؤمنين في خطبه المتقين المعروفه انه لم يتحمل تلك المعاني الساميه العظيمه لذلك فصعق صعقه ووقع مغشيا عليه مات ما تحمل لو احبني جبل لتهافت لا يمكن ان يحبني في تلك الايه المباركه بالنسبه لأن فانظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، الجبل لا يمكن ان يتجلى الله عز وجل فيه. لان الله غير محدود، ذاك غير معقول اصلا. هنا لا يمكن لشخص ان يعرف امير المؤمنين حق المعرفه، لانه اضيق من ان يحيط بهذا المحيط الشامل، بهذا البحر الموار الإناء إنما تأخذ جزءا يسيرا من ماء البحر ليس إلا فأمير المؤمنين وصل إلى تلك المرحلة أيضا يعرف نفسه لإتمام الحجة مع الناس يقول في الخطبة الثالثة ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير ولا يرقى إلي الطير هو أمير المؤمنين يكتب إلى معاوية يقول لا أريد أن أذكر فضائلي ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه ثم يقول لا أخبرتك بحسبي ونسبي وفضائلي ومناقبي وما جعله الله عز وجل لي ولكن لا أريد ذلك أمير المؤمنين لو كشف لو كشف الغطاء ما استدت يقينا أمير المؤمنين يقول في الرسالة رقم 28 فإنا صنايع ربنا والناس بعد صنايع لنا الناس صنايع لنا نحن الذين ربيناهم كما أن الله عز وجل تكفل تربيتنا نحن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هنا في هذه الرسالة يقول صنايع لنا في البحار المجلد 53 صفحة 178 في علو مكانة اهل البيت هكذا ورد والناس بعد صنايعنا لو نظر الانسان بعمق الى سمو مرتبه اهل البيت سلام الله عليهم وسمو مرتبه الرسول الاعظم صلى الله عليه واله لعرف ان الله اختار هؤلاء ومن ثم جعل هؤلاء مشيئه جعل قلوبهم مشيئه هذا المكان المرتفع وهذا كما ان الله عز وجل خلق ملك الموت لقبض الارواح جعل هؤلاء هم الوسيله اليه فابتغوا اليه ال... الوسيله هؤلاء وصلوا الى مرحله المخلصين الناس منعوا من التكلم عن الله عز وجل لان عقولهم قاصره عن فهم الله عز وجل وعن الوصول الى تلك المراتب العاليه الله عز وجل يقول الناس منعوا من التكلم الا المخلص. المخلص غير ممنوع من التكلم لانه يتكلم بافاضه الله على قلبه. يقول تعالى: سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين. ننزه الله عن ما يذكره الفلاسفه وما يذكره العرفاء وما يذكره من يدعي انه يعرف الله عز وجل. ولكن عباد الله المخلصين هم الجهة الوحيدة المخولة للتكلم عن الله عز وجل أهل البيت امتازوا عن الخلق أجمعين لهم مكان مرموق عند الله عز وجل لذلك هؤلاء طبعا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت نور واحد وسيدهم رسول الله بعد ذلك الأئمة يتبعون رسول الله كما أمير المؤمنين يقول كنت أتبعه اتباع الفصيل. فهكذا الناس على قسمين البعض يذهب إلى الله عز وجل. البعض الله عز وجل يأخذه لنفسه. المراتب تختلف. لذلك بالنسبة إلى النبي إبراهيم عليه السلام والنبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام. هؤلاء ذهبوا إلى الله. ولكن بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه واله هذا هو جذبه الله اليه. لاحظوا اني ذاهب الى ربي. اني ذاهب، النبي ابراهيم يقول انا الذي اذهب وهذه مرتبه ساميه وعاليه. وجاء موسى لميقاتنا، موسى يذهب اليه الى الله عز وجل في الميقات في المحل المعلوم في جبل الطور. جاء موسى أين هذا مع علو هذه المرتبة و الآية التي تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله أسرى برسوله أراد أن يبين له ما لا يمكن لجبرائيل أن يفهمه كما في المعراج لو دلوته أنملة لاحترق المعصومون سلام الله عليهم هؤلاء كلهم من نور واحد لذلك يقول أمير المؤمنين في الخطبة رقم 108 أن المعصومين سلام الله عليهم مصابيح الظلمة ينابيع الحكمة ينبوع الحكمة أهل البيت سلام الحكمة تخرج من هذه العين هؤلاء المعصومون سلام الله عليهم. في الخطبه رقم اثنين يقول وموئل حكمه. وكما في تفسير القمي ما لله آية اكبر مني. لذلك يكفينا هذه الكلمه في عظمة علي عليه السلام وانه الصراط القويم الى الله عز وجل والوحيد ما قاله رسول الله يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت. ما عرف الله حق معرفته إلا أنا رسول الله وأنت. وما عرفني إلا الله وأنت. وما عرفك إلا الله وأنا. كما في مختصر بصائر الدرجات صفحة 125، مناقب ابن شهر آشوب بالمجلد الثالث صفحة 267. هذا بيان لجزء يسير. مما ذكره الرسول الاعظم في عظمه امير المؤمنين ومما صدر عن مولانا امير المؤمنين في بيان واقعه وتعريف نفسه. اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يتبع المعصومين عليهم افضل الصلاه وأسك السلام ان لا نتقدم عنهم ولا نتاخر عنهم وانما نكون ملازمين لهم في الدنيا ومجاورين لهم في الاخره انه خير مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين